أكدت الحكومة الإيرانية دعمها لاستباب الأمن في الشرق الأوسط، مؤكدا على أهمية التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب. كما دعت طهران لتمهيد الأرضية بهدف بدء الحوار بين الفرقاء اليمنيين. دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى دعم الجهود التي تبذل لإحلال السلام والأمن في المنطقة، مؤكدة دعمها لاستئناف المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يكمن في وقف الحرب وحل الخلافات عن طريق الحوار ودعم أي جهد في هذا المجال. كما أكد أمير عبد اللهيان أن تسوية الأزمة اليمنية رهن فقط بالآلية السياسية والحوار بين الأطراف اليمنية وتشجيع جميع الأطراف الإقليمية على إجراء الحوار للخروج من الأزمة الراهنة. وفي شأن متصل، أجرى رئيس اللجنة للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي مشاورات رفيعة المستوى في بغداد مع القيادة العراقية حول سبل تعزيز التعاون بين طهران وبغداد في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد خرازي أن الطرفين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر، وتم التباحث بشأن ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وعقد المزيد من الحوارات لعودة الأمن والاستقرار للمنطقة والدعم الذي تقدمه طهران للحكومة العراقية في محاربة تنظيم داعش.